ورحمة الله تعالى وبركاته، لاباس عليكم. نتمنىكم تكونوا إن شاء الله على خير وبخير. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي فنون الطبخ مع سناء الفاسية. اليوم إن شاء الله غادي نديرو قريشلات بلديين اللي كيجيو ولادين بزاف، وغنزيد عليهم مع واحد المكون غريب يمكن أول مرة غادي تشوفوه على اليوتيوب. هذا المكون هو العجينة ديال كعب غزال. كتعرفوا العجينة كعب غزال بأنها كتكون غنية بالزهر وكتكون غنية بالزبدة، يعني كتكون منسمة. هاد الكعب غزال عاد صوبته البارح وشاطلي هاد العجينه. غادي نضيفها لهاد القريشلات اللي كيجيو هشاشين وبنانين بزاف على بركه الله. عندنا القوام عندي هنا 700 غرام ديال الدقيق، عندنا جوج خمارات، عندي واحد الخماره ديال البرتقال اللي كتجي البنات غزاله زوينه بزاف كتنسم. عندي هنايا جوج بيضات، عندي هنايا كاس ونص ديال سنيده، عندي هنايا كاس ونص ديال الزيت، كاس وربع ديال الزيت، عندي هنايا 30 غرام ديال الخميره معجونه ديال الخبز، عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده سبيسيال ضروري البنات باش كتعطي واحد النسمه، عندي هنايا واحد المعلقه ونص ديال النافع اللي غير هرمشتو، عندي معلقه ونص ديال الزنجلان. بالنسبه للتزيين عندي هنايا اللوز ايفيلي، عندي هنايا زريعه الكتان، وعندي الزنجلان الابيض. عندي هنا واحد جوج كيسان ديال الحليب اللي دفيته، جوج كيسان حليب دافين ديال العنبه. غادي نبداو البنات على بركه الله. حاجه البنات غادي نوجد هاد الخميره، 30 غرام ديال الخميره، ونزيدو معها واحد المعلقه صغيره ديال سنيده من هاد السنيده اللي عندنا، وغنزيدو معها واحد شويش ديال الحليب باش تفاعل لنا. وغادي نبداو على بركه الله. نخليوها دوب. غنضيفو دابا داك 700 غرام ديال الدقيق، غنزيدو عليها هاد النواشف، النافع، الزنجلان، سنيده، غنضيف الملحه، شويه ديال الملح باش نصحو الطوق، غنخلطو مزيان حتى يندمجو معنا هاد النواشف. ما ننساش هاد الكيس ديال النسمة ديال البرتقال، السكر بنكهة البرتقال. نخلطهم مزيان، نديرو واحد الحفيرة في الوسط، نديرو هاد الخميرة. نتوما البنات كتشوفو بينا تفاعلت، كنفضل البنات ندير هاد الخميرة المعجونة على داك الخميرة حبيبات. نضيف هاد جوج بيضات، هاد كاس وربع ديال الزيت. غادي نجمع هادشي مزيان حتى يندمجو مزيان. ما ننساش هاد جوج خمارات، كنجمع هادشي مزيان. يعني داك الحليب راه ما كيدخلناش كامل، كندخلوش الحليب داك جوج كيسان كاملين، اي واحد شويش شي كاس. ولكن المعلومه ضروري الحليب يكون دافي، كتعرفوا بان دابا الحال بارد وداري الخميره، ضروري ملي كنديروا الخميره معجونه خصنا نديروا الحليب دافي. كنجمعوا هكا، نزيدوا واحد شويش الحليب، يعني ما تجمع لنا ما تجريوهاش البنات بزاف. تنزيدو مع هذيك العجينه ديال كعب غزال. تعرفوا العجينه كعب غزال كتكون مطلوقه، عاد داك الساعه نبقاو ندلكم ونرشو رشيشه الحليب وندلكم. دابا غير فين تجمع لنا، صافي البنات عليها هكا. دابا غنضيفو لهذاك العجينه ديال كعب غزال. ها هي البنات،
وغادي نبقى ندبس فيها حتى يندمجوا. صدقوني البنات كتجي غزاله هاد العجينه ديالها بغزال، ولكن نبقاو ندلكو هكا فيها حتى تجمع مزيان، حتى تحسوا بانها اندمجت معاها. حطيتها البنات على سطح العمل باش تساعدني هكا البنات، ندلكو بالكف باش تندمج مع هذيك العجينه. ثم راه كتبان لكم بان العجينه ديال كعب غزال مازال ما اندمجت. هنستمر البنات هكا باش ما نطولش عليكم الفيديو حتى ندمجها مع بعضياتها، خليكم معايا. من بعد البنات ما اندمجت خصني تجي خفيفه شويش، مازال نبقى نزيد لها رشيشات ديال الحليب وندبزها مزيان حتى تكون حتى ترجع لي خفيفه. هاكم عارفين باش كتجي مفشفشه من الداخل. اجمع البنات راه كتجمع حيت خصها تجي خفيفه. من بعد البنات ما جمعتها نتوما كتجي هكا خفيفه، يعني كتلصق شويه في اليدين، ضروري باش تكون خفيفه، نتوما كتبقاش كاع كتلصق في طاوله العمل. دابا غادي نجيبو داك المعلقه ديال الزبده اللي قلت لكم سبيسيال، غندبزوها فيها هكا. انا كنفضل نزيد لها الزبده حتى التالي لان كتعطي واحد النتيجه زوينه، احسن ما تذوبوا الزبده وتضيفوها لها من الاول هكا، حتى ما تبقاوش تشوفوا داك الطرف ديال الزبده باينين، تلقاوهم بينهم مندمجوا. صدقوني البنات كيجيو هاد القريش لهاد البنادين وبنانين بزاف، كتشوفوني بانني ما درتش فيها الزهر، ولكن راه العجينه ديال كعب غزال عندي منسمه بالزهر مزيان. صافي البنات غنستمر هكا. من بعد البنات ما دخلتش دخلت فيها ديك الزبده مزيان، غادي نعملها في هذا البول ونغطيها بلاستيك غذائي ونخليها البنات على الاقل واحد نصف ساعه على ما تخمر وتضاعف الحجم ديالها. خليكم مع البنات غادي نحاولوا نزولوا داك الهواء منها. غادي نجيبوا اللاطه اللي درت فيها ورق الطبخ، نجيبوا واحد شويه الزيت باش ما تلصق لكمش العجينه في يديكم، دهنوا يديكم شويش، بقا تهزو كويرات. شوف البنات كتكون خفيفة، كويرات غير صغار باش ما حيت راه هكا غتولي تخمر عاوتاني، كويرات على هاد الشكل ونحطوهم، نولي نهز عاوتاني. منين تشوفوا العجينة كتلصق لكم في يديكم ديروا شوية جد الزيت. القياس اللي نتوما كتبغيوه على هذا الشكل هكا، ملي نحطهم ما نساوش الزيت حيت خفيفه. غنستمر البنات هكا تنسى لي هذه الكميه اللي عندي. نتوما شوفوا البنات كيف مزرعين الزنجلان والنافع، خفيفه بزاف يعني، وبعدوا بيناتهم باش ما منين يتنفخوا ما يلصقوش. نستمر هكا حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. ثم البنات من بعد ما كورتهم هكا
غادي نضغط عليهم غير شويه، ما تضغطوش عليهم بزاف، اي واحد شويش. هانتوما كيبقى كي كتبقى السمك ديالهم هكا غير شويه، كنضغط عليهم كاملين. ملي غنكمل غنخليهم يخمروا عاد نزينهم وندخلهم للفرن. نستمر البنات هكا حتى نساليهم. من بعد ما قرصتهم شويه البنات هانتوما كيجيو هكا، هاد السمك هذا ما تقرصوهمش بزاف، غنخليهم يخمروا. الا ما عندكش الوقت كما كندير انا ديما كنسخن الفران مزيان وكنطفي عليه وكندخل له الطبسيل كيخمر لي دغيا دغيا، عاد نخرج نزينهم وندخلهم الفران ان شاء الله باذن الله. هانتوما من بعد ما خمروا سخنت غير الفران مزيان ودرتهم في الفران، خمروا دغيا دغيا في 4 ساعه كيخمروا. عندي هنايا صفر بيضه، عندي هنايا واحد شويه ديال روح الزهر، ما غاديش ندير الخل مع صفر البيضه، ندير روح ديال الزهر. بالنسبه لهادو التزيين راني ديجا قلتهم لكم، زرعت الكتان، الزنجله البيض، اللوز ايبيلي. غادي نبدا البنات دابا على بركه الله. دابا غادي نخويو هاد شويه د الزهر على هاد على البيض البيضه الصفر البيضه، نجو مزيان. غندهن هاد القريشلات، دهنوهم مزيان من الجناب ومن كلشي. فهاد الوقيته تكونوا سخنتو الفران كيسخن، خص الفران يكون سخون. ندهنهم هكا، تستمر بالدهن ديالهم. خصكم منين تدخلوا الفران، الفران يكون سخون بحال اللي كطيبوا الخبز. المخبوزات ديما كيبغيو العافيه تكون مجهده. دابا غادي ندير واحد شويش ديال الزنجله من الفوق، ماشي بالضروري يكون الزنجله الابيض، واخا يكون الزنجله العادي. نستمر نكمل هادو بالزنجلان. دابا غادي نزرع الكتان، نضيف واحد شويش. راكم عارفين زرع الكتان صحيه ومزيانه، يعني زوقوا باي حاجه، حتى البافو البنات بامكانكم تزوقوا به. وهاد الصفيف غادي نزوقوه باللوز ايفيلي على هذا الشكل. يعني انا قلت لكم بالنسبه للزواق اختياركم، كاين اللي كيبغي غير الجنجلان. يعني نورمالمون القراش البلديين انا كنديرو فيهم غير الجنجلان، داك بقى كنبغيو شويه نبتكرو. دابا من بعد ما ساليتهم غادي ندخلهم دابا للفران على نار مجهده، وخليكم معايا البنات. البنات دخلتهم للفران حراره مجهده حتى يطيبوا، تنحس بهم بانهم تنفخوا، عاد نقصوا شويش باش ما يتحمروا لكمش بزاف. ثم من بعد ما طابوا من الفوق كيجيو غزالين كيتنفخو، دابا غنهبطهم لتحت يتحمرو. خليكم معايا البنات، هما من بعد ما خرجتهم من الفران تكون هادي هي النتيجة. كيجيو البنات مفشفشين غزالين، قطنين من الداخل وبنانين مزرعين، مهشاشين البنات. ما تنساوش البنات الى عجبكم الفيديو ديالي تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب، وخليولي لايك وكومونتير. شكرا البنات، السلام عليكم.